اكتشفت، ابشركم يعني الغرب اكتشفوا اشياء، لكن الله فتح علي باكتشاف، الحمد لله، وله الفضل والنعمه سبحانه وتعالى. مثل ما اكتشف اينشتاين النظريه النسبيه، انا اكتشفت نظريه في الحياه الزوجيه وكتبتها في الصحيفه في الشرق الاوسط وانتشرت في النت، اسمها الوصفه السحريه للحياه الزوجيه. يعني اذا طبقت هذه الوصفه سوف تعيش انت وزوجتك زوجتك اسعد حياه في العالم. اسمعوا مني، انا اكتشفتها، لم يسبق ان اكتشفها احد، من فضل الله عليه سبحانه، لانكم تظنون فقط ان اسحاق نيوتن او اينشتاين الله يجعل حتى في المشرق سبحانه ربي سبحانه. اكتشفت شيء في التعامل مع الزوجه. اسمع، وارجو ان يكون انا بيني وبين الاخوان الرجال حتى يسمعون خواتي، يعني حتى انتهي ثم اتكلم لكم ان شاء الله. والمجالس بالامانات سر بيني وبينكم، اذا اردت ان تنجح مع زوجتك ففي وصفه اكتشفت انا وهي رائعه وطبقها كثير من الاخوه حتى عندنا هناك ونجحوا في حياه زوجيه ناجحه. انت طبقها انت، خلاص ان شاء الله فاز ما شاء الله. إذا اختلفت مع زوجتك فحاول ألا ترد عليها ولا تقمعها ولا ترهبها بالصوت أو بالصوت أو تقول ما صدقتي أو كذبتي أعوذ بالله أو يا كذا، لا، اتركها تفضفض، المرأة تريد أن تفضفض. ولا تنتبه للتلفزيون، لا تشتغل بالتلفزيون ولا اجلس واستسلم أمامها، هذا صحيح، وسلم رقبتك واجلس متأدبا ودعالها تتكلم بس، ولا تحاول ترد أبد، لا ترد حتى لا بحق ولا بباطل، وقول صدقتي وأنا أتوب إلى الله. أسمع، وأنا أتوب إلى الله وأعاهدك أني ما أعود إلى ذلك، وأسألك بالله أن تعتق رقبتي لوجه الله، ولا وأنت المصيبة وأنا المخطئ والشيطان هو لعب علي وأنا عبد مقصر، وباب التوبة مفتوح، وإن شاء الله إني أعاهدك المرة الأخيرة بإذن الواحد الأحد. فالمرأة عاطفية وكريمة دائما، المرأة وهي أكرم من الرجل في الغالب، حتى يقول المتنبي ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. المرأة دائما سبحان الله، المرأة أقول لكم عاطفية، المرأة أوفى من الرجل، المرأة تمرض وهي مريضة، تمرض أمها وزوجها وهي مريضة، هي المرأة تحمل ابنها طفلا وتحتضنه وتحتضن زوجها في قلبها وتقوم على الرعاية وتحاول أن تحرص، ومع ذلك تجد الرجل كأنه متكلم. فأقول هذا عليكم بالدراسة، فإذا قلت ما استسلمت لا ترد، لا تحاول ترد.